هنروح بقى للخبر اللي جاي ونقول يعني كل سنة وكل عام وإحنا بخير. نوستالجيا الأهلي و16 مايو بس عام 2002، هذا اليوم التاريخي لأن هو كان فيه سكور تاريخي، الأهلي حقق فيه أكبر فوز في تاريخ الديربي مباريات الدوري طبعا على الزمالك في اللقاء الشهير زي ما حضراتكم عارفين اللي انتهى 6-1 لصالح الأهلي. المباراة وقتها زي ما حضراتكم أكيد فاكرين شهدت تسجيل كابتن خالد بيبو لرقم قياسي، هو اللاعب الوحيد اللي سجل سوبر هاتريك في مباريات القمة. هذا اللقاء اللي لحد هذه اللحظة احنا بنتكلم من 2002 احنا مش قادرين ننسى هذه يعني المنافسة القوية جدا اللي كان فيها ضغط كبير جدا من الأهلي في الدقائق الأولى حتى نهاية الشوطين ونهاية المباراة، يمكن هو ده اللي كان سبب في فوز الأهلي، ويمكن مانويل خوسيه كان هو صاحب هذه الفكرة، فكرة الضغط من الدقائق الأولى على الزمالك حتى نهاية المباراة. كابتن خالد بيبو طبعا تعليق كابتن مدحت شلبي وبيبو وبشير بيبو والجول والحاجات اللي احنا مش هننساها وكل طبعا. واحد انا عن نفسي اليوم ده كنت بتفرج في كافيه شهير في المهندسين يعني قريب من نادي السيد وكنا صغيرين جدا بس كنا قاعدين الواحد ما كانش مصدق والناس كلها ما كانتش مصدقه، كان اداء اكثر من رائع، تاريخ جميل عمرنا اكيد ما هننساه.